مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل، ها هي انطلاقة شوطنا الخامس عشر، اما بعون من الله تعالى وتوفيقه شوطنا الخامس عشر والخاص بانطلاقة وتحديات الاذاعة هنا القعدان، هنا بشعارات ابناء القبائل التي نتابع منها التحديات، نتابع الإثارة والأسد، من ينطلق على الصدارة؟ محمد بن حماد بن سالم لقتبي، من ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول؟ يأتي ملهم لمحمد بن مصبح بن عبيد بن يولك لقتبي على المركز الثاني ومرحب لبخيت بن راشد بن سيف الشامسي ثالثا، بينما المركز الرابع شديد هادف بن خلفان بالضحاك المنصوري يأتينا على رابع المراكز، والمركز الخامس شاهين هنا بشعار محمد بن عتيق بن سالم بالعرطية الحميري، وعلى المركز السادس والمنطلق هنا شاهين لمحمد بن عتيق بن عبد الله هنا العميمي، من يقدمه هنا بن عمير بهذه الانطلاق وبهذا التحدي الجميل، سابع مراكزنا والمنطلق مولع لمحمد بن عتيق بن سيف بن حاضر العميمي، من يأتينا هنا على المركز السابع والمركز الثامن هوى بلادي لمحفوظ بن خميس، هنا ايضا من ينطلق لجنبي بهذا الانطلاق وبهذا التحدي الجميل، بينما من الجانب الاخر على ثامن مراكزنا والمنطلق بهذه التحديات هنا وبهذه الاثارة هنا بانطلاقة وتحديات هذه الشعارات الجميلة، هناك وصول من الغشمري المبارك بن محمد بن نصرة العامري وعاشر مراكزنا، والمنطلق منادي محسن بن علي بن محمد لوهيبي بهذا الانطلاق وبهذا الأداء، هذه هي الشعارات وها هي الانطلاقات والتحديات الجميلة لنا، عودة مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى الصدارة، لنا عودة إلى هناك الأسد لمحمد بن حماد بن سالم الاكتبي على الصدارة على المقدمة، بينما مرحب ثانيا لبخيت بن راشد بن سيف الشامسي، وثالث المراكز ملهم محمد بن مصبح بن عبيد بن يولك الاكتبي، هنا يأتينا شديد هادف بن خلفان بالضحاك المنصوري منطلقا على المركز الرابع، خامس مراكزنا مرسال القادم لعتيق بن سيف بن حاضر العميمي، من يقدم لنا مرسال بهذه الانطلاقة هنا والتحديات، القادم هنا شاهين لمحمد بن عتيق بن عبد الله، هنا ايضا بن عمير العميمي من ينطلق هذا الانطلاق على المركز هنا السادس وسابع المراكز، الغشمري المبارك بن محمد بن نصرة العامري، وياتينا مولع لمحمد بن عتيق بن سيف بن حاضر العميمي منطلقا ايضا هذا الانطلاق، وتاسع مراكزنا هو القادم في هذه اللحظات منادي محسن بن علي بن محمد لوهيبي وشاهين محمد بن عتيق بن سالم بالعرطي الحميري، من ينطلق على المركز العاشر، هذه هي النتيجة لمراكزنا العشرة الأولى التي نتابعها آخر أشواط القعدان هنا ضية هذا الميدان وفي تمهيدي المرموم، نعود إلى الصدارة، نعود مع ملهم محمد بن مصبح بن عبيد بن يولك الكتبي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، وصدارة هذا الشوط مرسال على المركز الثاني، مرسال هنا المنطلق عتيق بن سيف بن حاضر العميمي، ومنادي منادي من مركز إلى مركز هنا ينادي ويطالب بالفوز وبناموس، هنا مع محسن بن علي بن محمد لوهيبي من يقدم بهذه الانطلاقة، بدأ يتسلل من مركز إلى مركز هذه اللحظات إلى الصدارة وإلى المقدمة وإلى المركز الأول، وصدارة هذا الشوط نتابع المركز الرابع، هناك المنطلق شديد هادف بن خلفان بالضحاك المنصوري الغشمري مبارك بن محمد بن نصر العامري، خامسا سادس المراكز مرحب بخيت بن راهد بن سيف الشامسي، من يأتينا سادسا وسابع المراكز شاهين محمد بن عتيق بن عبد الله بن عمير العميمي، من يأتي بهذه التحديات والأسد لمحمد بن حماد بن سالم اللي قتبي هنا
الله الله، التحديات الأخيرة لمجريات هذا الشوط وأحداثه. وصل هنا في هذه اللحظات شاهين محمد بن عتيق بن سالم بن عرطي الحميري وأرى شعاري بن دحروي القادم مع شباب هنا بهذه اللحظات. هنا ويصل شباب لمحمد بن السيل بن عبيضان العامري. من يقدم لنا شباب هذه الانطلاقة وبهذا التحدي؟ ولكن هنا منادي، منادي على الصدارة، منادي على المقدمة وعلى المركز الأول. محسن بن علي بن محمد لوهيبي من يقدم على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا منطلقا بالمقدمة وبالمركز الأول مع الكيلومتر الأخير مندفعا بالصدارة وبالمقدمة، بينما المركز الثاني هنا ياتينا شاهين محمد بن عتيق بن عبد الله بن عمير العميمي، هنا ياتينا على ثاني المراكز والمركز الثالث الغشمري المنطلق لمبارك بن محمد بن نصرة وشبوب شباب. هنا لمحمد بن السيل بن عويضان العامري من ينطلق بهذه اللحظات هذا الانطلاق. الله الله، هناك الغشمري بارك بن محمد بن نصرة العامري من يأتينا على المركز الثالث. التحديات الأخيرة والسلوم، الله، الغشمري ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، يندفع بصدارة هذا الشوط وبالمقدمة. الغشمري على الصدارة على المركز الأول. مبارك بن محمد بن نصرة العامري منطلقا بالفوز وبالناموس، والنقطة الثانية لهذا الشعار في هذا الصباح. هو التابعون الغشمري، إذا من يعلن الفوز يعلن الناموس. تهانينا لمبارك بن محمد بن نصرة العامري، سلام للخالدية، سلام بمدينة العين على هذا الفوز المميز الجميل هنا للغشمري ولحظة وصوله إلى خط النهاية. معلن الفوز والناموس المركز الثاني. وصل شباب في المركز الثاني محمد بن السيل بن عويضان العامري، وعلى المركز الثالث أتانا شاهين محمد بن عتيق بن عبد الله بن عمير العميمي، وياتي الأسد لمحمد بن هناك عفوا شعار بالضحاك. من وصل على المركز الرابع هادف بن خلفان بالضحاك المنصوري، وخامس المراكز من وصل مشاهدينا الكرام هنا مولع لمحمد بن عتيق بن حاضر العميمي من أتانا بهذه الانطلاق والتحدي الجميل. نعود مع الغشمري وتوقيته الزمني ولحظة وصوله إلى خط النهاية. معلن الفوز والناموس بسبع دقائق 46 ثانية 9 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس المبارك بن محمد بن نصرة العامري. بينما ثاني مراكزنا كانت الانطلاقات من شباب محمد بن السهيل بن عويضان العامري قاطعا المسافة في فترة زمنية مقدارها 7 دقائق 54 ثانية جزئين من الثانية. ثالث مراكزنا كانت تحديات من شاهين هنا لمحمد بن عتيق بن عبد الله بن عمير العميمي. من سجل مشاهدينا ومتابعينا الكرام 7 دقائق هنا 54 ثانية 8 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.